أمال إيه الحل يا دكتور؟ عليكي وعلى حفاضة دراي ماكس من جولدن جيت. جولدن جيت الاسم الأشهر في عالم المستلزمات الطبية، وده لأنها دايماً حريصة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. بتوفر لك حفاضة كبار السن دراي ماكس، خامات تركية وصناعة مصرية درجة أولى، لأنها بتتميز بقوة امتصاص عالية محكمة باتنين أستك داخلي واتنين خارجي وشرايط لزق قوية، يعني معاها الراحة والأمان. وكمان ما بتسببش أي حساسية أو احمرار على الجلد، لأنها بتحقق جفاف عالي علشان درجة الساب فيها 14 أمريكي الصنع. وطبعا ما نسيناش سعرها المناسب، لأننا بنطبق مبدأ وين وين، يعني اكسب وكسب. وكمان بنقدم لكم مستلزمات الأطفال عالية الجودة من مادة البوليبروبلين البلاستيك الطبي، واللي بتتميز بوجود العلامة التجارية شيكو، إنتاج مصري أصيل، من ببرونات، سكتات، شفاط مخاط، شفاط ثدي، وأكتر من 300 صنف تاني من المستلزمات الطبية. وبنوصل لك المنتج لحد عندك في جميع محافظات مصر. مستني إيه؟ كلمنا واستفيد بأفضل العروض، وفريقنا في خدمتك في أي وقت. جولدن جيت، عطاء لا ينتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم النيل اليوم. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، لأننا هتكلم في موضوع هام لكل الناس، وهو تأثير السوشيال ميديا على المجتمع. بس خلوني في البداية قبل أي كلام أرحب بزميلاتي اللي معايا في الاستوديو. سارة نبيه، أهلا بك يا سارة. أهلا بك يا سهر. سارة عوني، أهلا بك يا سارة. أهلا بك. زي ما قلت لحضراتكم، السوشيال ميديا بتأثر في الناس كلها، وأي موضوع مهم بيبقى ترند بتتناوله السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا كمان بتأثر في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الاقتصادية وكمان في الحياة السياسية. بداية السوشيال ميديا كانت عبارة عن تطور وتسارع مستمر في التكنولوجيا. بقينا بنشوف العالم زي قرية صغيرة حوالينا، بقينا بنشوف تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشات الهواتف بتاعتنا، والشاشات دي بقت بالنسبة لنا زي السجن. بقينا مدمنين للمواقع بتاعت السوشيال ميديا كلها. كمان التفاعل الحقيقي بيننا وما بين الناس اللي حوالينا قل، ممكن مثلا نعبر عن مشاعرنا بمقطع صوتي أو مسج قصيرة. كمان في أوقات كتير مثلا بنطبخ أكلة معينة، بدل ما ناكل الأكلة دي على طول، لا، لازم نصورها الأول وننشرها على مواقع السوشيال ميديا. برضو لما بنتجمع سواء مع أصحابنا أو مع العيلة، مش بنهتم بأن احنا نقضي اللحظات دي أو نهتم بقيمة اللحظات دي. كل واحد بقى مشغول بالتليفون بتاعه، فبنضيع وقت حلو جدا مننا مستحيل يتعود، وبنهتم بس أننا نصوره علشان خاطر ننشره على مواقع السوشيال ميديا. صح يا سارة، وطبعا ما نقدرش ننكر أن فضل السوشيال ميديا أصبح العالم شبيه بقرية صغيرة، لأنه بيجمع بين جميع الناس بالرغم من اختلاف أجناسهم أو أفكارهم أو حتى دياناتهم. وبرده هي وسيلة سريعة للوصول في أي مكان في العالم عبر الواقع الافتراضي. زي ما سارة قالت طبعا، إن احنا بنقدر نعبر عن مشاعرنا عن طريق مقطع صوتي أو حتى شات أو مسج، أو إن احنا لما بنيجي نطبخ أكلة معينة بدل ما بناكلها على طول، لا، بنصورها، بنوثق اللحظة يعني. وطبعا أصلا البنات ما يتوصوش في الموضوع ده، احنا بنبقى عايزين ناكل، وانتوا لا، لازم نصور. أيوة طبعا لازم نعمل كده، ما نقف بالساعات نطبخ وانتوا تاكلوا على الجهاز، لازم نوثق تعبنا. والله يا جماعة احنا بقينا بنستسهل مسكة الموبايل، كل حاجة بتحصل لازم نصورها ونسجلها. الموضوع ده بقى منتشر قوي. وقت الحاجات اللي احنا بنسجلها بتبقى ذكرى حلوة لينا بتهمنا جدا. انت ممكن بتبقى قاعد على الفيس او قاعد على اي ابليكيشن بتقضي وقتك عليه، تلاقي بيظهر لك ايه، صور ذكريات ليك. تمام، انت الحاجات دي بتفرحك لانك انت بتكون ايام حبيت عشتها وحبيتها. كمان يعني السوشيال ميديا بتأثر مع الاطفال ومع الشباب ومع كبار السن. بدايه الاطفال في البدايه استخدموا السوشيال ميديا من سن صغير جدا، وقضوا وقتهم على اللابتوب والايباد من سن صغير، مرورا بفئه الشباب اللي دراسات امريكيه وجريت عليه واثبتت انه الفئه الاكثر استخداما للسوشيال ميديا. حتى كبار السن اتعلموا السوشيال ميديا الفتره الاخيره وحبوها ودخلوا فيه. في الوقت الحالي اصبح استخدام شبكه الانترنت في كل انحاء العالم. بقينا بنشوف مواقع زي الواتساب، فيسبوك، انستجرام، تويتر وغيرهم كتير. كمان الحقيقة ان استخدام التطبيقات دي ليه فوائد كتيرة، بالإضافة إلى التواصل الشخصي بين الأفراد في مختلف دول العالم في أقل من الثانية. فعلا يا سارة، بقى من السهل جدا ان احنا نتواصل مع قرايبنا اللي عايشين في دول تانية عن طريق بقى سواء بقى فيديو كول او شات او اي وسيلة اخرى، فالموضوع بقى سهل جدا. ده طبعا بيخلينا حاسين ان الناس دي قريبة مننا وعايشين معانا، وما بتحسش بالفجوة ان هما بعيد عنك. انت الشاب فينا او الطفل او اي حد
بيبقى حابب ان هو يلاقي ايه قرايبه حواليه، حابب ان هو يشوفهم، حابب انه يتكلم معاهم. بيكونوا في ناس خارج مصر. انا مثلا انا عن نفسي كساهر، عمي كان قاعد فتره طويله قوي في دوله تانية ما كنتش بشوفه خالص، لما ايجا شفته مره واحده. فالسوشيال ميديا، لا السوشيال ميديا بقت بتلغي الحته دي خالص، بقت لا انت بتشوفه مره اتنين وبتتكلم معاه بس. فدي حاجه مهمه جدا. وكمان السوشيال ميديا بتفيد جدا مع الاطفال، وانت ساره بتعرف تتكلم مع الاطفال كويس. طبعا في دكاتره كتير اكدوا ان وجود بعض الاثار المدمره لنفس التطبيقات لو تم استخدامها استخدام غير صحيح، وخصوصا الاطفال اقل من 18 سنه. كمان الطفل لما بيستخدم السوشيال ميديا كتير ده بيأثر عليه سلبي، بيسبب له الخمول والكسل. وطبعا في دراسات اثبتت ده، ان الطفل اللي بيستخدم السوشيال ميديا اكتر من 35 ساعه في الاسبوع ده طبعا بيأثر عليه سلبي، ولو مش بيأثر عليه في الوقت ده فاكيد بيأثر عليه على المدى البعيد. فعلا. والاطفال كمان، الاطفال بيتاثر عليهم، يعني السوشيال ميديا بتاثر فيهم. وفي اطفال ممكن السوشيال ميديا بتعمل لهم مشاكل، انها بتظهر قدامهم ايه زي ما تقولي اللي هو بتظهر قدامهم حاجات مش مناسبه ان هم يشوفوها، حاجات مش كويسه ليهم. تمام. فاحنا لا، لازم الاب والابن يتابع، يبص مع ابنه يشوف هو بيوصل له محتوى ايه، بدل ما انت يعني ايه زي ما بيقولوا مش تستنى الفاس تقع في الراس يعني، فاهم؟ أيوة انت لا، انت تابع وشوف كده، وشوف طفلك بيتفرج على ايه. كمان الطفل نفسه، هو ممكن الطفل يكون سمعنا بيتضايق من الكلام ده. الطفل نفسه المفروض ان هو بدل ما انا بلعب ببجي وبلعب الكلام الغريب ده، لا انا العب ايه، العب العاب زي العاب رياضيه، العاب علميه، اللي هو تخليني ان انا ايه انمي تفكيري. زي ما السوشيال ميديا بتاثر في الطفل، فهي ايضا بتاثر في الشباب. الشباب السوشيال ميديا بتاثر معاهم جدا. الشباب في الفتره دي بيكون حابب ان هو ايه زي ما تقولي ان هو يعني اللي هو يمارس هوايات، يعبر عن نفسه، دي مهمه جدا للشاب. فلازم فالسوشيال ميديا طول ما انت قاعد عليها، لا انت اعمل هوايات، تابع شوف. وبعدين كمان قضاء فتره طويله قوي على السوشيال ميديا ده ممكن يوصلك لانك تشوف وظيفه، لان السوشيال ميديا بتعرض وظايف كتيره. ومن مخاطر السوشيال ميديا على المراهقين، اول حاجه مثلا المحتوى غير ملائم، ممكن مثلا يظهر لهم صفحات ضاره سواء كانت دينيه او سياسيه او غيرها، فده هيأثر عليهم. فده بنحله ان الاهل في الاول لازم من سن الطفوله يعرفوا اولادهم ازاي يستخدموا السوشيال ميديا، وايه هي المواضيع اللي المفروض يبحثوا عنها، او ايه هو المحتوى المفروض يقروا عنه، ويهتموا بيهم ويثقفوهم من الناحيه دي. تاني حاجه من المخاطر دي كمان المخاطر النفسيه والعاطفيه، ممكن مثلا شخص او المراهق مثلا يشوف صوره واحد مع اهله، فبالعكس المراهق ده مثلا بيكون باي طريقه هو بعيد عن اهله من ناحيه ما، فبيحس بقله الاهتمام من اهله. فدوت لازم نحله ان الاهل لازم يحسوا، يخلوا اولادهم يحسوا باهتمامهم بيهم بالظبط. قرب الاهل من بعض ده بيفيد الشاب ان هو عشان ما تاثرش عليه، انه ما يحسش بعزله، انه دايما لا انا خليني في التليفون، ما تعاملش معاهم. طبعا كمان التنمر الالكتروني او البلطجه الالكترونيه، بنسمع كتير ان في شباب او اطفال عامه، دوت مش بيأثر على المراهقين بس، ده بيأثر على كل الفئات. بنشوف ناس كتير بتتعرض للتنمر، فدوت بيسبب لها اكتئاب، توتر وقلق، ممكن كمان يؤدي الى الانتحار. بنلاحظ مثلا في دول كبيره زي استراليا، بنلاحظ عدد كبير جدا من الشباب بيتجهوا للانتحار بسبب البلطجه والتنمر الالكتروني عليهم. مظبوط. كمان اثبتت الابحاث ان المراهقين اللي بيقضوا اكتر من ساعتين يوميا على السوشيال ميديا هم اكتر عرضه للامراض النفسيه. وكمان اثبتت ابحاث جامعه كوبنهاجن ان كثير من مستخدمي السوشيال ميديا بيعانوا من ظاهره غيره الفيسبوك. مظبوط مظبوط فعلا. هو الناس اللي بتقضي وقت كبير على السوشيال ميديا بتتاثر بده. وكمان مش يعني الشباب لازم اختار، وانا قاعد على السوشيال ميديا وبتكلم كده، انا اختار الحاجه اللي انا فيها، انا ما ادخلش نفسي في مشاكل تانية. مش ان انا مثلا ايه ان انا اقضي وانا مش عارف انا بقعد قد ايه. يعني في ناس بتصحى من الظهر وتنام الساعه 1 بالليل وعلى السوشيال ميديا طول اليوم، في ناس بيفضلوا 24 ساعه على السوشيال ميديا. مظبوط مظبوط مظبوط. فزي ما الشباب بيتاثر، فكبار السن بيتاثروا. طبعا كبار السن بقوا بيتاثروا بالموضوع ده، بالعكس ده هما بقوا بيستخدموا اصلا السوشيال ميديا وبقوا مواكبين العصر اللي احنا عايشين فيه. ودي طبعا مش حاجه وحشه، دي حاجه ايجابيه بالنسبه ليهم. لو بصينا اصلا هنلاقي ان في فئه معينه هي اللي بتستخدم السوشيال ميديا من كبار السن. الفئه دي اللي هي مثلا ايه، ولادهم بعيد عنهم،
فبالتالي هم بيملوا فراغهم بانهم يستخدموا السوشيال ميديا. وبرده في فئه تانية ما بتستخدمش السوشيال ميديا، لما بيلاقوا ان ما فيش فراغ او كده بيقضوا وقت مع عائلتهم او كده، فموضوع يعني بيبقى كده. مظبوط. كمان الحياه الاجتماعيه يعني التاثر ده في الاطفال، في الشباب، في كبار السن، في كل الناس. الحياه الاجتماعيه انت بتتاثر طول ما انت قاعد على السوشيال ميديا لفتره طويله جدا، استخدامها لفتره طويله ده بيقلل من عمليه الاتصال المباشر. ايه هي عمليه الاتصال المباشر؟ ان انت تتكلم مع حد وجها لوجه، فيس تو فيس زي ما بتقولوا. تمام. فان انت بتقعد وقت كبير على السوشيال ميديا ده بيخليك انت ممكن تتكلم مع حد انت ما بتبقاش عارف هو بيصادق ولا بيكذب، ممكن مش تبقى عارف هو بيتكلم في حاجه منطقيه ولا حاجه غلط، ممكن ما تبقاش عارف هو زعلان ولا مبسوط. فده عمليه اتصال مباشر ضروري جدا. انت بتوصل لدرجه انك بقيت بتستبدل الزيارات انك تروح للناس بانك انت مقضي وقتك على السوشيال ميديا. طبعا وده غلط، انت شاب، انت المفروض انك بتتحرك. اصل اسيب الكلام ده للناس اللي ما بتقدرش، فاهم؟ لكن لا، انت بتقدر تتحرك وتروح وتيجي. ده ممكن يعني يعمل لك مشاكل ان هو يزود السمنه في الجسم، يزود الخمول، يزود الكسل، فدي مشاكل كبيره جدا. فلا، لازم انت تتجنب ده. وكمان انت لما تفضل منعزل ده هيعمل مشاكل مع الاسره، لانه بيعمل ايه اللي هو التفكك الاسري. التفكك الاسري ده ان انت لا كل التفكك الاسري سوري ان انت قاعد بتبقى قاعد وقت طويل قوي لوحدك ماسك التليفون، اختك قاعده وقت طويل ماسكه التليفون، علاقه الاب ببنته ضعيفه، علاقة الأم بابنها ضعيفة. تقول ناس تانية يحكوا لهم مشاكلهم. بالظبط. أنت بتخلق لازم يدوا برضو أهلهم فرصة إن هم يقعدوا معاهم يحكوا لهم مشاكلهم. بالزبط. لأن أكيد ما فيش أفضل من الأهل إن هم بحيث برضو إن الأهل يدوا اهتمام لأولادهم. بالظبط. فهيعرفوا ينصحوهم كويس. تمام. إضافة كمان إن هو الناس يعني الناس فعلا دي بتتأثر، والتفكك الأسري ده مشكلة كبيرة جدا. لا أنت لا حاول إن أنت تكون قريب لأهلك، حاول إن أنت ما تكونش بعيد عنهم. تمام. لا دي حاجه مهمه، لازم انت سيب اللي هي الناس ما تقدرش تتحرك دي هي اللي تقضي وقتها على السوشيال ميديا. لكن انت لا، ليه تفكك اسري؟ ما انت اتكلم مع صحابك، انزل شوف صحابك، انزل شوف قرايبك، لكن ليه الوقت كله على السوشيال ميديا؟ فما ينفعش، لازم تاخد بالك من الكلام ده. اضافه الى ذلك يعني تاثيرات كتيره، السوشيال ميديا بتاثر في حاجات كتيره زي ما احنا شايفين. السوشيال ميديا بتاثر كمان في الحياه الاقتصاديه، تاثير فيها جامد. انت دلوقتي السوشيال ميديا بقت بتتيح لك في برامج زي الفيسبوك وزي التويتر وزي اي برنامج، اي ابلكيشن بتقضي وقتك عليه، هتلاقيه دلوقتي بيعرض لك مثلا منتجات. انت دلوقتي بتفكر في منتج معين انت بتلاقيه قدامك فجاه، انت بتحس الناس دي هي الناس بتراقبني ولا ايه؟ لا، حاجه بتبقى حاجه غريبه جدا. بس ان انت هو بيظهر لك ايه؟ ان انت في منتجات بتظهر لك، في وظائف بتظهر لك. وبالنسبه لموضوع الوظائف يعني الكلام يجي عليها، في موقع زي اللينكد ان، موقع اللينكد ان ده موقع كبير جدا، ده بيعرض وظائف. تمام. بتبقى متطلبه كواليفيكيشن معينه، مؤهلات، بتطلب اكسبيرينس معينه في مجال معين. فانت لو انت لائق بالكلام ده فانت ساعتها بتتوظف على الاساس ده. كمان قبل ظهور السوشيال ميديا كان التعامل بين الشركات ورقي، فكان ده مكلف، فبالتالي كان بيرتفع سعر المنتج. اما بعد ظهور السوشيال ميديا فبقى التعامل الالكتروني، فدوت ادى الى ثبات سعر المنتج، ودي برضو ناحيه اقتصاديه مهمه جدا. فعلا دي ناحيه اقتصاديه مهمه جدا، لان انت قبل كده الشركه عشان تبعت للعميل او تبعت لشركه ثانيه بقت تكلف، ما هو لازم ورق. لكن لا، دلوقتي انت ممكن تقضي الدنيا كلها الكتروني، واصلا السوشيال ميديا مجانيه. اصلا انت بتعمل اكونت على اي حساب، ما على اي ابلكيشن، خلاص انت ما بتدفعش فلوس في حاجه. فلا، دي حاجه ناحيه اقتصاديه مهمه جدا. دلوقتي بقت كل المصالح الحكوميه دلوقتي بقت تمشي كمبيوتر، اي مصلحه حكوميه في اي حته بتمشي كمبيوتر. واضافه الى ذلك ان السوشيال ميديا بتاثر في حاجات كتيره جدا، في الحياه السياسيه. اللي هي الحياه كلام الناس كلها بيبقى في الحياه السياسيه. في مجموعه من المفكرين والمثقفين ممكن ان هم مجموعه من المفكرين والمثقفين ممكن ان هم يعملوا وعي جديد للشاب. هو ممكن بيشكل له وعي، ليه؟ بيبقى بهدف ان هو يروج لفكره، يروج لميوله. فدي مشكله، لازم لا الشاب انت تاخد بالك من الحته دي. لازم مش اي حد بيقول حاجه اجري وراه، لا ما ينفعش. لا، انت لازم تكون بتفكر، مشغل دماغك. بالظبط كده. اضافه الى ان السوشيال ميديا بتاثر في حاجات كتيره برضو، يعني قلنا في دول عظمى السوشيال ميديا بتاثر فيها. في الانتخابات الامريكيه سنه 2016
بين المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والمرشح عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. في الوقت ده لما دونالد ترامب نجح وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات لروسيا، قالوا ان هم بيقضوا حملات تشويه للمرشح عن الحزب الديمقراطي، وقالوا ان هم بيدفعوا اموال لنشطين سياسيين ان هم يغلطوا فيها علشان الناس ايه ما تحبهاش. بس بالعكس ده هو اصلا الجانب الروسي تبرى من ده. نجد من كل ده ايه؟ ان السوشيال ميديا بتدخل في سياسات دول كبيره زي امريكا وزي روسيا. بالرغم ان السوشيال ميديا ليها فوائد كتير الا انها برضو ليها جوانب ضاره جدا، زي ما بيقولوا هي سلاح ذو حدين. خلينا نشوف اول حاجه هي ليه اصلا ليها جوانب ضاره، لان ده مكان كل الناس بتحط فيه رايها 24 ساعه حاجات جديده وبوستز وحاجات، فطبيعي كل واحد بيتاثر بالكلام ده. خلينا نشوف مع بعض اول حاجه ايجابيات السوشيال ميديا. بتساعدنا في البحث عن فرص عمل عن طريق حسابات الشركات او التوظيف، برضو معرفه اخر الاخبار في العالم كله من غير ما ننتظر جريده او قناه عشان نعرف اخر الاخبار، هي بتوفر لنا ده. هي ليها مميزات كتيره يعني. تمام. بالنسبه كمان للشركات بقى عندها قدره للوصول لاكبر كم من الناس لزياده الارباح والخدمات. كمان بتتيح للشركات الوصول الى معلومات عن منافسيها وتطوير استراتيجيتها طبقا لذلك برضه. تمام. في سلبيات زي ما في ايجابيات، في اكيد سلبيات. سلبيات السوشيال ميديا في سلبيات كتيره جدا، منها ان انت لو قضيت وقت كبير قوي على السوشيال ميديا انت بتتعب وكده. طبعا سلبيات السوشيال ميديا، هي اول حاجه السوشيال ميديا دي بقت جزء اساسي في حياه الافراد، ومن كتر ما هم بيستخدموها وصلوا لمرحله حاجه اسمها الادمان. ايه هو الادمان؟ خلينا نجيب الموضوع من اوله. الادمان هو انك تكون بتعتمد على شيء بشكل اساسي من غير ما يعرض من غير ما يظهر عليك اعراض انسحابيه. فمن سلبيات السوشيال ميديا ان هي اول حاجه بتاثر على الحاله المزاجيه، فلما مثلا على حسب البوستات او المنشورات، لو في منشورات كويسه ده بتاثر عليك بالايجاب، لو في منشورات سلبيه فده اكيد هياثر على تفكيرك وكده يعني بياثر بالسلب. مظبوط مظبوط. وكمان انت قبل ما تنام دايما بتشوف ناس كتيره ماسكه التليفون وقت طويل جدا، وده غلط. فالسوشيال ميديا استخدامها في الوقت في انك وانت جاي تنام، لا غلط، انت عندك اليوم كله، عندك اعمل ساعات محدده، مش شرط ان انت تقعد اليوم كله. بيفضل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما انت تيجي تنام، لان الضوء اللي بيخرج من الموبايل ده بيأذيك. في برضه ناس طبعا بتفضل من كتر ما هي مدمنه للسوشيال ميديا ما بتقدرش تستغنى عن التليفون، ممكن برضه تبقى مثلا التليفون فاصل شحن، لا بتحطه على الشاحن تفضل قاعده عشان هي مدمنه السوشيال يعني ميديا. دي بتحصل كتير، دي بتحصل كتير. لا ان انا بقضي وقتي كله على السوشيال ميديا يعني لدرجه حتى ان حتى معانا احنا بنعمل كده يعني. ايوه طبعا. لدرجه يعني انت بتبقى انت مستخسر يا راجل الخمس دقائق بتوع ان الموبايل على الشاحن، لا يعني انت سيبه واختار وقت تاني ان انت تقضي وقتك عليه. ومثلا برضو البنات يعني انتوا اكيد فاهمين ده، بتعملي الاكل ماسكه كده موبايل وبتعمل الاكل ومالناش ما نسجل كل حاجه. برضو من سلبيات السوشيال ميديا ان هي يعني بتاثر، يعني هي بتاثر على بتسبب الارتفاع في ضغط الدم، دي بالنسبه للصحه، بتاثر على جهاز المناعه عامه، برضو بتسبب التوتر والاكتئاب، يعني كتر استخدام السوشيال ميديا بسبب اكتئاب، وفي دراسات توصلت لده. ومعانا اتصال هاتفي وبنقول الو الاستاذه ساره رجب ماجستير الاعلام جامعه اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اولا بس في البدايه احب اهنيكم وبرحب بالشباب ساهر الاعلامي ساهر والاعلاميه ساره. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. انا فخوره بكم جدا وبالموضوع الجميل جدا اللي بتتكلموا عليه واللي بيهم كل الشباب في الوقت الحالي. وكمان حاجه مشرفه جدا وحاجه جديده اول مره نشوفها ان احنا نلاقي شباب يعتبروا هم حاليا نهضه الاعلام في مصر. يعني شهادة الاعلاميين كبار في السن ومعروفين دايما، بس جميل جدا ان احنا نشوف لسه شباب يعني في مقتبل العمر واعلاميين جدد بيتكلموا في مواضيع شيقه ومهمه جدا في العصر الحالي، الا وهو الانترنت طبعا وسلبياته وايجابياته. فانا بشكركم جدا وبهنيكم على الحلقه الجميله. ربنا يبارك حضرتك. شكرا لمداخلتك، ربنا يخليك وشهاده نعتز بيها. طبعا طبعا.
نستكمل كلامنا، وكنا بنقول ان السوشيال ميديا فيها سلبيات كتيره جدا. انت دلوقتي كلنا بقينا يعني الناس كلها بقت تمسك السوشيال، تمسك الموبايل، وبتقضي وقت كبير قوي انها تعمل كذا وتعمل كذا وكده، واللي هو برضو لا انا مسك الموبايل، فده غلط لانك ده بيسبب لك ارق وبيتعبك كمان برضو. الاطفال بتتاثر بالكلام ده، والشباب وكبار السن. وبرضو يا ساهر في نقطه مهمه جدا، وهي بتسبب العزله الاجتماعيه. يعني برغم ان احنا بنتكلم مع صحابنا وكده عن طريق السوشيال ميديا وكده، بس برضو احنا بنعرفش نقابلهم على الواقع غير قليل جدا، فده طبعا بيسبب العزله الاجتماعيه. بس وده منتشر الايام ده زي ما هو ضرر يعني في كده الحالتين. هو سلاح ذو حدين، الموضوع كله سلاح ذو حدين. كمان يا ساره، استخدام السوشيال ميديا لوقت طويل جدا ده بيأثر على المخ. في دراسة أجريت في جامعة نيويورك في أمريكا أثبتت أن استخدام السوشيال ميديا لوقت طويل جدا بيأثر على خلايا المخ، بيعمل مشاكل في وظائف خلايا المخ، وده كمان بياخدنا لحتة التوتر، أنك بتتوتر كتير. كمان أصلا إن وجود التليفونات حوالينا ده بيطلع إشعاع فبيأثر علينا. طبعا الإشعاع اللي بيخرج من التليفون ده أخطر ما يمكن. ده الناس لو يعني عندها اللي هي زي ما تقول انها عندها ثقافة بالشكل اللي هي انها تركز للكلام ده، لا هتلاقي ان الإشعاع اللي بتخرج من التليفون دي مصيبة، يعني هي كارثة فعلا. لا لازم انت تحد في الوقت، لازم تختار اوقات معينة، لازم تاخد بالك من كل ده. وكمان بتسبب عزلة، برغم ان انت ممكن يعني انت بتتواصل مع ناس فعليا، بس انت بتتواصل مع ناس غربة. انت المفروض يعني زي ما انا قلت في اول الحلقة، الاتصال المباشر دي مهارات، مش اي حاجة، مش ان انت قاعد كده بتتكلم وخلاص. لا انت المفروض تكون بتتكلم مع ناس على الواقع، لان الناس دي اللي هتفيدك. ومش شرط ان يكونوا بيتكلموا مع ناس، مثلا ممكن واحد يعمل اكونت فيك باسم بنت، فبنت تدخل تتكلم معاه باعتبارها منعزله او ملهاش صحاب، فبتضطر انها تلجأ لاصحاب السوشيال ميديا، فده بيسبب مشاكل بعدين ليها. بمناسبه النقطه دي يا ساره، في برضو اللي منتشر الايام دي تهكير الحسابات. حد ممكن منتشر جدا فعلا، واللي هو يهكر الشتات والحاجات دي، طبعا دي نقطه ضاره جدا في الموضوع فعلا ده. طبعا، لان انت ممكن ساعتها انت ممكن تزور حقائق، انت ممكن تعمل مشاكل كبيره لناس مهمه، ده حتى لو مش ناس مهمه، انت ممكن تعمل مشاكل لاصحاب، لشله صحاب ممكن يفترقوا في حاجه زي كده. فلا ما ينفعش، لازم الناس تاخد بالها، ولازم لا ان احنا نحد من الحته دي، ولازم ان احنا السوشيال ميديا نفضل يعني نرجع لكلامنا في الاخر، ان السوشيال ميديا نستخدم فيها العائق، هي يعتبر عائق يعني في الحته دي، هي يعتبر عائق، فاحنا لازم نستغل الميزه بتاعتها ونتلاشى الضرر. ده في نقطه لفتتني برضو في الموضوع ده، ان ستيف جوبز مخترع الايفون ما كانش اصلا بيستخدم السوشيال ميديا، وكان ما بيوديش ولاده المدارس فيها استخدام الهواتف والحاجات دي. ومش بس ستيف جوبز، ده كمان مارك مخترع الفيسبوك ما كانش بيستخدم الفيسبوك. هو مخصص 12 يعني 12 واحد هم بيقوموا بنشر الاخبار بداله. نعتذر، بس هو وقت حلقتنا للاسف انتهى، كان وقت لطيف جدا. حابب اقول كلمه بس قبل ما اختم، كان ليا زميل اسمه كريم السيد عمر، هو كان هدف من ضمن اهدافه ان هو يكون موجود النهارده، هو توفى، فانا ارجو من حضراتكم ان انتوا تدعوا له بالرحمه والمغفره. حد حابب يضيف حاجه كمان؟ تمام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. احنا محتاجين ان احنا نركز في حياتنا الواقعيه اكتر ما بنضيف وبنعمل شير لحياتنا الافتراضيه، لان احنا حياتنا بقت عباره عن نيو بوست مسج ترند، فده مش لطيف ابدا. لازم برضو ان احنا نركز في حياتنا الواقعيه، ويا ريت تخلوا بالكم من اولادكم، يعني تشوفوهم بيستخدموا مواقع ايه وبيستخدموها في ايه. يعني حرام قوي بجد طفل يكون سنه اقل من 13 سنه. ساره ملحوظه اخيره برضو، ملحوظة لازم أخيرة. ناكد على كل الناس ان السوشيال ميديا مش لازم تبعدنا عن صلاتنا بالمره او ايا كانت العباده اللي احنا بنعبدها. طبعا يعني سواء مسيحيين مسلمين لازم نهتم بصلاتنا. للاسف بس الوقت قصير خالص. يا جماعه شكرا لكم جزيلا، كانت حلقه كويسه جدا، يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قلنا كذا مره بلاش الحفاضات اللي بتجيب حساسيه دي يا مدام. امال ايه الحل يا دكتور؟ عليكي وعلى حفاضه دراي ماكس من جولدن جيت. جولدن جيت الاسم الاشهر في عالم المستلزمات الطبيه، وده لانها دايما حريصه على تقديم افضل المنتجات والخدمات لعملائها. بتوفر لك حفاضه كبار السن دراي ماكس، خامات تركيه وصناعه مصريه درجه اولى، لانها بتتميز بقوه امتصاص عاليه محكمه باتنين استك داخلي واتنين خارجي وشرايط لزق قويه، يعني معاها الراحه والامان، وكمان ما بتسببش اي حساسيه او احمرار على الجلد لانها بتحقق جفاف عالي، علشان درجه الساب فيها 14 امريكي الصنع. وطبعا ما نسيناش سعرها المناسب، لاننا بنطبق مبدا وين وين، يعني اكسب وكسب. وكمان بنقدم لكم مستلزمات الاطفال عاليه الجوده من ماده البولي بروبلين البلاستيك الطبي، واللي بتتميز بوجود العلامه التجاريه شيكو، انتاج مصري اصيل، من ببرونات، سكتات، شفاط مخاط، شفاط ثدي، واكثر من 300 صنف تاني من المستلزمات الطبيه. وبنوصل لك المنتج لحد عندك في جميع محافظات مصر. مستني ايه؟ كلمنا واستفيد بافضل العروض، وفريقنا في خدمتك في اي وقت. جولدن جيت، عطاء لا ينتهي.